فيديو النهاردة بإذن الله هيكون المحاضرة العاشرة في الرينال. هنتكلم عن الفلويد بالانس. بعد ما استعرضنا رحلة المية والصوديوم من أول البروكسيمال توبيول حتى الكوليكتنج دكت، واتكلمنا عن الميكانيزم of urine concentration ودايليوشن ودايوريتكس، اتكلمنا عن كل حاجة، فاكتورز افكتنج جلوميرولر فلتريشن ريت، والفورسز اللي بتأثر في الابزوربشن، والفاكتورز اللي بتتحكم في التوبولر ري ابزوربشن تماما، ودور الهرمونز سواء تزود او تقلل الابزوربشن. النهارده عايزين نتكلم عن الووتر بالانس، وده الجزء الاول. والجزء الثاني هنتكلم عن الأوزمولاريتي كفكرة مبدئية، ونستكملها إن شاء الله الفيديو القادم مع آخر جزء في الهاندلينج صوديوم وبوتاسيوم. هنعمل كشف حساب للصوديوم على اعتبار أنه هو أهم آيون بيحدد الأوزمولاريتي، ونتكلم عن الصوديوم امتى يزيد وامتى يقل، الكلينيكال بيكتشر لزيادته او لنقصه، وطبعا الاسباب ايه هي، وفي النهاية ازاي نقدر نعالج الكلام ده كله. طبعا النهاردة فيديو هيكون اساسا معتمد على الانترودكشن. ارجع معايا لانترودكشن الفيسيولوجي اللي شرحناها في سنة أولى. طبعا كتب الرينال في كليات كتيرة مش عاملة كده، دخل على طول في الموضوع. لا، احنا عايزين نحط مقدمة، على أساس المقدمة دي هنقدر نتكلم ونفتكر مع بعض. في البداية هنتكلم عن توتال بادي ووتر. قبل ما تقولي ووتر بالانس، توازن المية، طب ما هو انت لازم تفكرني بالبادي فلويدز اولا. فيديوهات الانترودكشن، التوتال بادي ووتر بيمثل 60% من وزنك. يعني نفترض ان وزنك 70 كيلو جرام، يبقى يا ترى التوتال بادي ووتر قد ايه؟ هتقول لي طيب 70 كيلو جرام هضربها في 60 على 100 تساوي 42 لتر. 42 لتر مية في جسمك. طيب ال 42 لتر دول توزعتهم ازاي؟ تلتين انتراسيلولار فلويد. التلتين جوه السيلز، ده مهم قوي. تخيل لو كان بره كنا بقينا عاملين زي السفنجة مليانة مية، ده ما ينفعش. والتلت اكسترا سيليولار فلويد. طبعا التلتين يعني 28 لتر، والتلت اكسترا سيليولار 14 لتر. طبعا دي البداية بتاعتنا. طب افكرك كمان ازاي نقيس البادي فلويدز. احنا قلنا قبل كده قواعد اساسية. لو انا اديتك مادة، المادة دي عدت في كل الكومبارتمنتس، يعني عدت دخلت الكابيلاري، عدت البورز، دخلت جوه السيل، انت عديتي واخترقتي في كل حاجة، خففتي كل حاجة. طب ايه هو اللي بيخفف كل حاجة؟ المية. يبقى اكيد المادة دي مية. يقولك الماء الثقيل الهيفي ووتر، او قلناها في سنة اولى ديوتيريوم اوكسايد او تريتيوم اوكسايد، اخترق كل شيء. وفي قاعدة اساسية قلناها زمان، طالما السابستنس بينيتريتس ا كومبارتمنت يبقى هتقيس الفلويد بتاعه. يعني انا جوه البلازما دلوقتي فقط، انا اقيس بلازما فول. طيب انا في الاكسترا سيليولر فلويد وما دخلتش
جوه السل، يبقى المادة دي تقيس extra cellular fluid volume. طيب انا اخترقت كله، يبقى total body water deuterium oxide. طب نيجي بقى للاكسترا سيلولار فلويد فوليوم، المادة دي لابد ان هي ما تدخلش جوه السل، بس عايز رأيي هي بتدخل جوه السل بدرجة قليلة، يعني مش 100% اكسترا سيلولار. المادة دي اسمها انيولين. خلي بالك الانيولين ده هو بولي ساكرايد، كلمنا عليه قبل كده وقلنا عليه ان هو سكر. هجيب سكر خلايا الجسم ما تعرفوش، اسمه انيولين، وده مهم قوي. طيب خلي بالك ان مش انيولين وبس اللي بيقيس الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم. تقول لي امال مين كمان؟ اقول لك معاه المانيتول والسكروز. يبقى إذن عندي أكتر من مادة ممكن تقيس إكسترا سيلولر. طب أنا عايز أقيس بلازما فوليوم. أفكرك، فاكر لما قلنا الألبيومين هو الحارس على الكابيلاري بورز؟ الألبيومين ده ما يقدرش يعدي بسهولة من البورز إلى التيشو، فيفضل ماسك في مكانه. طب ما هو الكابيلاري جواها بلازما، انا هدي البيومين مشع عشان اقدر اتتبع اثاره انت وصلت لفين، ولما يستقر في مكان محدد هقيس الفوليوم بتاعه، وده اللي عملناه راديو اكتيف البيومين او ايفينز بلو داي. الصبغه دي بتلزق، تخلي البلازما بروتينز خلي بالك تلزق في الكابيلاري بورز، ودي نقطة مهمة لازم تكون عارفها، يعني تلزق في البلازما بروتين فتخفف البلازما فقط، وهو ده الإيفانز بلو بتاعنا، ده الأساسي بتاعنا. هتقول لي طيب دي رقم 3 في القياس، طب يا دكتور عايز اقيس الانترا سيلولار فلويد، هقول لك هتقيسه بالاكسكلوجن بالاستبعاد. انا عندي توتال بادي ووتر عرفت اقيسه، واكسترا سيلولار فلويد استو، طب التي بي دبليو ماينس اي سي اف يديني انترا سيلولار فلويد. طيب عايز اقيس الانترستيشيال فلويد، الفلويد اللي ما بين التيشو سبيسز، هتقول لي طب ما هو ده جزء من الاكسترا سيلولار فلويد، لان الاكسترا سيلولار يساوي حجمين، بلازما اللي هي 3 لتر زائد الانترستيشيال فلويد اللي هو تقريبا 10 لتر ونص او 11 لتر. يعني دايما الاكسترا سيلولار لابد تكون عارف انها 14 لتر، ده لو وزنك 70 كيلو جرام وحسبناها. عشان كده باجي اقول لك عايز تقيس انترستيشيال فلويد يساوي اكسترا سيلولار اللي انا قسته ماينس البلازما فوليوم، يبقى اي حاجه انترا انا بقيسها بالاستبعاد، انترا سيلولار انترستيشيال اندايركت. طب نفكرك كمان، الفوليوم حسبناها ازاي؟ اي فوليوم في الدنيا تساوي amount على concentration، يعني انا عايز اعرف حجم البلازما اللي استقر فيها الايفانز بلو، يبقى لازم تعرف الكمية اللي حقنتها قد ايه على التركيز. طيب بس خلي بالك ان مش كل الكمية اللي انت بتديها بتحتفظ بيها، في جزء من الاماونت بيبقى lost excreted بنفقده، عشان كده amount injected minus الاماونت اللي انا فقدته، ده الباقي عندي، ده اللي تخفف
في الكومبارتمنت مقسوم على الكونسنتريشن. بالطريقة دي قدرنا نحسب كل البادي فلويدز بتاعتنا. طيب ده كلام جميل. طب نيجي بعد كده لنقطة أخرى في الموضوع، عايزين نعرف المقارنة بين الانتراسيلولر واكستراسيلولر فلويد. طبعا المقارنة دي مهمة جدا عشان تفهم من خلالها الووتر بالانس اللي هشرحه. الاكستراسيلولر فلويد بيمثل 20%، اما الانتراسيلولر 40%. بص بقى على اهم ايونز موجودة بوزيتيف او نيجاتيف اكسترا وانترا سيلولر. في الاكسترا سيلولر اهم كاتايون هو الصوديوم. عايز افكرك ان كلمة كاتايون معناها ايون اتراكتد للكاسود، القطب السالب للبطارية. اللي يروح للنيجاتيف بول يبقى بوزيتيف ايون، يبقى صوديوم. ده اهم ايون موجود اكسترا سيلولر. عشان كده لما هنيجي الفيديو اللي جاي هقولك انا عايز اعرف ازاي ندافع عن الاكسترا سيلولر فلويد فوليوم، تقولي كلامنا عن صوديوم. صوديوم هو الاساس، ظبط الصوديوم تظبط الفوليوم، وهنعرف النهاردة ليه الصوديوم بيتعامل المعاملة دي. لكن اهم كاتايون جوه السل بوتاسيوم، طبعا ده قلناه قبل كده مع الريد بلاد سيلز ان الممبرين بتاعها لا يسمح بخروج البوتاسيوم. النقطة التالتة، اهم انايون هو الكلورايد والباي كربونيت. كلمة انايون معناها ايون اتراكتد للانود، الانود القطب الموجب البوزيتيف بتاع البطارية، يبقى اللي يروح له نيجاتيف ايون كلورايد وباي كربونيت. اما اهم انايون جوه السل يبدأ بحرف البي، بروتين وفوسفيت. عايز اقول معلومة مهمة جدا، ارقام الصوديوم والبوتاسيوم لازم تتحفظ. كنا في سنة اولى عرضنا جدول مقارنة للآينز انترا واكسترا سيلولر وقلنا لك مجرد قراءة، لأن النهاردة مهم جدا. الصوديوم ليفل من 140 ل 145 ميلي اكويفالنت بير لتر، افريج 142. طيب ليه الرقم ده مهم؟ لما اجي اقول لك الصوديوم زاد تقول لي زاد قد ايه؟ صوديوم لو زاد 2 ملي اكويفالنت عن ال 140، يعني تخيل جوه الرينج زاد 2، هتحصل مشكله. وهنعرف دلوقتي يعني ايه اوزمولاريتي زادت. ده مهم جدا. ايه اللي يحصل؟ كل ما الصوديوم يعلى انت هتعطش. طب ايه السبب يا دكتور؟ الصوديوم لما بيزيد المعروف انه هو بيسحب مية من السيلز، بيزيد اكسترا سيلولر فبيسحب المية بالاوزموزس. طب اسحب المية السيلز ممكن يحصلها شرينكج تكش. انا عاوز احافظ على السيلز دي، انا عايز احافظ على المية جواها. هنقول النهاردة ازاي الكلام ده هنعمله، عشان كده رقم الصوديوم مهم قوي. الاوزمولاريتي لاحظ انها متساوية جوه السل وبره السل. ليه؟ ان الممبرين بتاع السل بيرميابل او سيمي بيرميابل، المية تقدر تدخل جواه او تخرج منه. معنى كده ان الاوزمولاريتي متساوية بين جوه وبره 290. وعشان الاوزمولاريتي تبقى متساوية او ثابتة، كل ما يزيد تركيز الملح نزود تركيز المية في المكان بتاعه يبقى ثابت، زي ما شرحنا في البروكسيمال توبيول. احنا سحبنا نسبة ثابتة من الملح والمية من البروكسيمال
للبيري توبيولر كابيلرز، فالتركيز ما اتغيرش. عايز اوزمولاريتي ثابته، يزيد الصوديوم خففه بزياده الميه، والعكس صحيح، يقل الصوديوم قلل تركيز الميه معاه. 290. عايز اقول لك رقم بالمصادفه كده لو عينك حلوه، الصوديوم من 140 ل 145. ال 145 دي تمثل قد ايه من ال 290؟ تقول لي نصها. يعني معنى كده ان 50% من الاوزمولاريتي تعتمد على الصوديوم. يبقى لما اجي اقول لك اوزمولاريتي عاليه، انا كلامي صوديوم. طبعا مش معنى كلامي ان الصوديوم لوحده بيأثر على الاوزمولاريتي، لا، ده في صوديوم وجلوكوز ويوريا، وهفكرك بالمعادله بتاعتهم دلوقتي. طب نيجي للبي اتش، اخر نقطه في المقارنه. البي اتش جوه السل مور اسيدك، لاني السيلز فيها ميتابولايتس اكتر، تابوليك اكتيفيتي، وبالتالي بيخلي الاسيدك او الهيدروجين ايون اعلى. يعني بص على البي اتش اكسترا سيلولر من 7.35 الى 7.45. طيب نيجي بقى نفكر بعض بالبلازما اوزمولاريتي. المعادله دي قلتها مع فيديو الاوزموزس في الانترودكشن في سنه اولى، قلت لك صوديوم بلس جلوكوز بلس بلاد يوريا. طبعا الارقام اللي مكتوبه جنبهم دي احنا شرحناها قبل كده، ارقام دي بتعبر عن ايه؟ يعني الصوديوم مش لوحده، صوديوم وكلورايد. طيب الجلوكوز برضو الرقم ده 0.055 كاوزمولار كونسنتريشن. طيب يبقى انا ملاحظ صوديوم ويوريا وجلوكوز. خلي بالك قلت قبل كده ان اليوريا بتساهم مع الصوديوم في الهايبر تونيك ميدالري انترستيشيال فلويد، ودليل شرحنا اليوريا سايكل. بس مين الاهم؟ ال 50% مبنيه اساسا على الصوديوم. طيب نيجي بقى الاول جزئيه عندنا، ووتر بالانس. كلمه ووتر بالانس عامله زي كفه ميزان، انت هتكسب ميه قد ايه او هتفقد ميه قد ايه. الووتر جين زياده الميه تتساوى مع الووتر لوس، مع فقدان الميه. ده كلمه بالانس بالمفهوم العادي بتاعها. عشان كده في البدايه لازم اعرف الووتر جين، ايه المصادر اللي من خلالها تزيد الميه في جسم. ثلاث مصادر اساسيه. اول حاجه تشرب ميه، درينكينج، ده يمثل التلتين. تاني حاجه الاكل، الاكل فيه ميه، ده مهم. طب ده بيمثل التلت. الحاجه التالته بقى اخدناها في المدرسه زمان وفي البايوكيمستري في كليه الطب، اوكسيديشن اوف كاربوهيدريت. فاكر لما جينا قلنا C6H12O6 زائد 6 اكسجين يديني 6 CO2 زائد 6 ميه زائد طبعا 38 ATP. المفروض ان الرياكشن بدأ ب 2 ATP واختتم ب 40 ATP، يعني الناتج 38. طبعا الكلام ده بيزود الميه بالنسبه لي. طبعا ده كلام مهم كووتر جين لازم تكون عارفه. طيب عندنا سؤال دلوقتي، افقد الميه ازاي كووتر لوس؟ كلنا عارفين فقدان الميه بالعرق، بس انا هبتدي كلامي بشيء غير محسوس. انت بتفقد الميه من خلال السكين والرئه،
هتقول لي الرئة ازاي؟ زمان واحنا صغيرين كان المدرس يجيب لنا مراية، والمراية دي يقول لنا انفخوا فيها، لما ننفخ فيها بنلاقي بيطلع ندى ديو. الله، الندى ده طلع معناه ان احنا فقدنا مية من اللنج، عشان كده سميناها ان سنسبل، غير محسوس، بيرسبيريشن. انت بتفقد من 500 الى 1000 ملي. اقول لك على حاجة مهمة جدا وهم قدروا يحسبوها، لو عيان فاقد الوعي ما بياكلش وما بيشربش ولازم نديله محاليل، طب احسب له المحاليل اللي اديها له ازاي؟ اول حاجة هجمع اليورين بقسطرة لمدة 24 ساعة، لو انا لقيت اليورين فوليوم 2 لتر، سؤالي ليك اعوضه بكام؟ هل اعوضه ب 2 لتر فقط؟ تقول لي اه، اقول لك لا، اجابتك غلط، نعوضه ب 3 لتر. طب جم منين يا دكتور؟ ال 2 لتر اللي انت نزلتهم في اليورين زائد اللتر الانسنسبل اللي انت مش حاسس انك فقدته، لانك لو عوضت ال 2 لتر بنفس الفوليوم بالظبط قدها العيان ده هيموت منك، لان في لتر ما حصلوش بالانس او كومبنسيشن، فده مهم جدا. طيب خلي بالك ان النقطة التانية للسويتنج، السويتنج ده شرحناه في فيديوهات الميتابوليزم، قلت لك الماينرز عمال المناجم بيعرقوا بدرجة كبيرة جدا، درجة الحرارة تحت الأرض، أو مثلا بنعمل أنفاق تحت الأرض، أو بحث عن بترول تحت المية، أي حاجة من المشاريع دي هتخلي درجة الحرارة عالية جدا. فالناس دول حرارة رهيبة قوي، والفنتيليشن التهوية سيئة جدا. ده إحساس الحرارة القليلة ده هنشيل الهواء المشبع ببخار المية ونجيب غيره، علشان كده هم بيعرقوا كميات كبيرة، ده ممكن يوصل لفقدان 2 لتر في الساعة، لازم أعوضه ب2 لتر. يعني أنا فقدت 2، المرة دي هعوضك ب2 اللي هو مية وملح. خلي بالك ما ينفعش مية بس، لما المية بتنشف انت بتلاقي وشك ابتدى يملح لو عرقت كمية كبيرة، لان في شوية املاح. عشان كده نديلهم مية، وخلي بالك مش هتعرف تدوب فيها شوية املاح فيحصل لهم نزية او غثيان. فنقول لهم ايه؟ اشربوا مية عادي، واخر كام كوباية مية احط لك كام قرص ملح يبلعوه، بحيث ما يحسوش بيه في البق. طبعا دي طريقة في مواجهة السيفير سويتنج، وطبعا شرحنا وقتها الالدوستيرون ليفل اخباره ايه وازاي يحافظ على الصوديوم، ده اتكلمنا على الكلام ده بالتفاصيل مع الميتابوليزم. الطريقة التالتة لفقدان المية هو اليورين، ودي موضوع البرانش بتاعنا، بنفقد نص لتر على الاقل في اليوم، يعني الرقم اللي انا كاتبه ده على الاقل نص لتر. طيب عايزك تفتكر الفيديو اللي فات قلتلك ايه؟ قلتلك اني اقل اوزمولاريتي 50 ملي اوزمول، اقل حاجة، واعلى اوزمولاريتي 1200 ملي اوزمول. في رقم مهم، الكدني الطبيعية لابد انها تتخلص من الويست برودكت اقل كمية في 500 ملي يورين،
يعني دي اقل كميه احط فيها ويست برودكت. طب لو اقل من كده ده معناها رينال فيلير. الرقم ده مهم، ده المينيمال، المينيمال ويست تو بي اكسكريتد في 500 ملي يورين او الستول 0.1 لتر بير داي. طيب العنوان اللي بعده، ازاي ننظم الووتر بالانس؟ احنا بنتكلم النهارده عن مقدمة في منتهى الأهمية، سؤال بيجي كتير في الامتحانات. طيب عشان أنظم الووتر بالانس لازم أكون عارف حاجة مهمة قوي. في ناس فاكرة غلط إن إحنا بننظم الووتر فوليوم، يعني لو الووتر فوليوم قليل أعليه، لا لو عالي أقلله. أنا مش قصدي كده، السيلز ما يفرقش معاها حواليها فوليوم قليل او فوليوم كتير. اللي يفرق مع السل تغير تركيز الملح اللي حواليها. كل ما يزيد الاوزمولاريتي، كل ما هسحب ميه من السيلز بالاوزموزس، والعكس كل ما الاوزمولاريتي تقل معناها اللي جوه السل عنده تركيز ملح اكبر، فالمية تدخل جوه السل فالسل يحصل لها سويلينج. يعني العبرة عندنا هو الأوزمولاريتي. وعايز أقولك على حاجة، السولت هو الماستر، هو السيد، المية تابع. فاكر لما شرحنا في كل فيديوهات الرينال أقولك obligatory water reabsorption ده نسبته كام؟ 70%. 70% اللي من المية اللي بتمتص إجباري تابعة للملح. حتى لما جينا قلناها بالأبسوليوت فاليو الفيديو اللي فات، قلت لك لو عدى عكدني 180 لتر في اليوم، منهم 125 لتر مية يمتصوا إجبارياً. تقول لي اه، يعني الكلام في الصوديوم. فلما تنظم الملح هتقدر تحافظ على الميه. عشان كده علمونا واحنا طلبه، شوف قد ايه ملح وتظبط عليه الميه، مش العكس، نظبط حجم معين من الميه. يعني ايه؟ ملح كتير يبقى لازم ازود الميه، ده أساسي علشان الأوزمولاريتي تبقى ثابتة. والدليل على كده لما الملح بيزيد بيحصل إديمة، لأنه بيسحب مية من السيلز يحصل ورم في الأنسجة والعكس. طب لو ملح قليل، تقولي ما هو ضغط قليل يبقى لازم نفقد مية. نفس الفكرة، زي واحد جسمه مورم مورم فديله دايوريتكس، طب ليه؟ عايز اتخلص من الملح والميه اللي في جسمه. فهما الاتنين ماشيين مع بعض، بس الاساس هو الملح بالنسبه لي. تقول لي طيب نفترض ان الملح زاد، ما انا لازم ازود الميه. كلمه ازود الميه يعني ايه؟ يعني انا لازم ازود الجين الزياده، اشرب ميه وقلل اللص. ده مهم قوي. انت عايز تزود الميه، يعني زود المكسب بتاعك، قلل الخساره، ودي مهم قوي. بص بقى معايا في الووتر جين. ووتر جين بتزود الميه ليه؟ اه اصل الملح زاد. طب الملح زاد يبقى زود اوزمولاريتي. تعال افكرك باندوكراين شرحناه قبل كده. قلنا لو الأوزمولاريتي زادت هيشتغل ريسبتور في الهايبوثالاموس اسمه أوزمو ريسبتور. الريسبتور ده مين جاره؟ سوبرا أوبتيك نيوكلياي في الهايبوثالاموس. هتقول لي إيه ده يا دكتور السوبرا أوبتيك؟ ده هو ده اللي بيصنع أنتي دايوريتيك هرمون. هي مصادفة
ان يبقى جار الاوزمو ريسبتورز، هقول لك ربنا ما بيعملش مصادفه. الريسبتور ده لما يشتغل يشغل السوبرا اوبتيك اللي جنبه، يقول له انا عايزك تصنع اي دي اتش، الاي دي اتش يتخزن في البوستيريور بيتيوتري ويخرج انتي دايوريتك هرمون، يطلع ليه في الحاله دي؟ علشان يمتص الميه، يقلل فقدانها في اليورين. يعني اذا الاوزمو ريسبتور شغل مكان يقلل الووتر لوس، بس انت لسه قايل لنا عايزين نزود الووتر جين، وده برضه حصل. الاوزمو ريسبتور شغل مركز العطش في الهايبوثالامس. لو انت مذاكر ميتابوليزم كويس، احنا اتكلمنا ان الهايبوثالامس فيه مركز العطش ومركز الاكل، في حاجات كتيره جدا. يبقى شيء طبيعي ان لما زادت الاوزمولاريتي احنا ازاي قدرنا نتصرف. يعني الووتر جين هو رد فعل، هو الهوميوستاتيك ميكانيزمز بتاعه الجسم. دي نقطه مهمه. طب في حاجه تانية، لو الفوليوم اوف اكسترا سيلولار فلويد قل، ملاحظ معايا حاجه؟ حطيت الفوليوم الفاكتور الثاني مش الاولاني، عشان ده يمشي مع صحه كلامي. اهم حاجه اوزمولاريتي ثم فوليوم وليس العكس. فوليوم قل ده معناه ايه؟ هتقول لي فوليوم قل يعني ضغط الدم قل، يلا يبقى الكيدني وصل لها فلو اقل، رينال اسكيميا. طالما الكيدني تضررت تطلع رينين يحول انجيو تنسينوجين الانكتف لانجيو تنسين 1، وانجيو تنسين 1 يتحول لانجيو تنسين 2. لغايه دلوقتي ككلام جميل، ارجع افتكر معايا الانجيو تنسين 2 من الكارديو فاسكولر كان بيعمل ايه؟ كان بيشغل سيرست سنتر، يشغل مركز العطش. يبقى معنى كده ان السيرست بيشتغل بكذا طريقه، يا اما اوزمولاريتي وفوليوم اقل للاكسترا سيلولار فلويد. طبعا ده الفاكتور التاني. واقول لك على حاجه دايما الناس عارفينها بشكل بلدي، يقول لك لو انت كلت مخلل او سمك مملح انت عايز تشرب ميه كتير. ناس يقولوا جملة سمك يحب العوم، جملة غريبة جدا. يعني بتاكل سمك مملح مخلل كأن جسمك هيعوم في المية، عمال تشرب تشرب مية. ايه ده؟ ايه المية الزيادة دي؟ لان دايما المخلل او الملح لابد انه يزود الاوزمولاريتي فيشغل السيرست سنتر. جرب واعزم واحد على حاجة مملحة وما تحطش على السفرة مية، مش قادر مية لو سمحت. كل شوية يقولك أنا عاوز مية، فأنت كواحد فاهم في السيولوجي تقول ده أنت بتزود الووتر جين. دي مهمة قوي. طيب نيجي بقى لأذر فاكتورز، والأذر فاكتورز دول يعني هنقول أقل أهمية بس لازم نعرفه. طيب الأذر فاكتورز دول، لاحظوا مثلا لو انا بتكلم كتير، طب انا بعطش لانه هيحصل دراينس اوف فارينجيال ممبرين، فارينكس بقى ناشف لازم اخد فلويدز. وكمان لاحظوا حاجه غريبه قوي، حاجه اسمها برانديال درينكينج، وانت بتشرب ولسه الميه لم تمتص وما خففتش الاوزموتيك بريشر، الواحد يحس انه خلاص العطش راح، ده على الرغم ان الميه لسه ما دخلتش. مجرد تبل شفايفك تحس ايه ده، ما بقتش عطشان، اسمها برانديال درينكينج. طبعا ده كلام اساسي واثبتوها بكذا حاجه. قبل ما اجي اوري لك دياجرامات للشغل ده، عايز اقول لك معلومه مهمه، ان الاتريوم
فيها ريسبتورز اسمها بارو ريسبتور. الريسبتور ده بيحس لما الفوليوم اوف اكسترا سيلولار فلويد قل. فاكر لما شرحنا في الكارديو فاسكولار سيستم قلت لك ان الاتريوم فوليوم ريزيرفوار، ايوه هو مخزن للدم، عنده جواه فوليوم ريسبتور وبريشر ريسبتور مستقبلات. ايه ده الفوليوم اللي رايح لي قل، فيجي يعمل ايه؟ يشغل الانتي دايوريتك هرمون، وده مهم قوي عشان يقول له حافظ على الميه، اعمل لها اعاده امتصاص، مش عايزين نفقدها. يعني البارو ريسبتور يتحكم في الـ ADH. طيب لكن العطش يتحكم في سيرست سنتر، يعني كل واحد من اللي شغالين ووتر جين عنده اللي يتحكم فيه، واللي بيقلل لي الووتر لوس عنده برضو اللي يتحكم فيه. طيب وادي الدياجرام بتاعنا، هنحط كذا دياجرام. بص في النص هو ده السيرست، هو ده مركز العطش. مين اللي شغله لما زادت البلازما اوزمولاريتي؟ شغل الاوزمو ريسبتور، سهل، عملت له ستيميوليشن. لما قل البلاد فوليوم اشتغل البارو ريسبتور، عمل له ستيميوليشن. بص والرينين والانجوتنسن 1 و2 وشغل السيرست. دراينس اوف ذا ماوس وثروت، ريقي ناشف، زوري ناشف، انا عاوز ميه، اشغل السيرست سنتر. كل دول يشغلوا السيرست. الحاجه اللي تعمل انهيبيشن ان الميه نزلت في الجي اي تي، خلاص معدتي اتملت، قعدت اشرب ميه كتير، هوقف السيرست سنسيشن بتاعي. دي رقم اتنين بقى، ووتر لوس. عايز اقول رقم قلناه مع الاندوكراين، الاي دي اتش علشان يتفرز لما الاوزمولاريتي تزيد كام؟ 1% عن النورمال بتاعه. تخيل يعني الاوزمولاريتي 290 ملي اوزمول بير لتر، اذا زادت 1% لو حسبت 1% تطلع لك تقريبا 2.9 ملي اوزمول بير لتر. يعني لو الاوزمولاريتي زادت 3 من 290 الى 293 فقط يطلع الانتي دايوريتيك هرمون. فطلبة تقول لك طب وهو ليه الاي دي اتش يتفرز؟ طب ما نخلي الاوزمولاريتي عاليه بره. طب ما هو لو عاليه بره هتسحب ميه من السيلز، فالسيل يحصل لها شرينكج تكش، وانا خايف على خلايا المخ البرين سيل ان يحصل له جفاف يتسحب منه الميه، ده يؤدي لاعراض نيورولوجيكال عصبيه هنقولها بعد كده. عشان كده الاوزمولاريتي خطيره جدا، ما ينفعش نسكت عليها. خلي بالك من حاجه، ان الانتي دايوريتيك هرمون هيطلع لما الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم يقل، وده السبب التاني. وكل مره انا باكد لك الفكره، انا ما بغيرش المعتقدات بتاعتنا او المثبتات، لا، في ثوابت في الطب وفي الحياه. الاول اوزمولاريتي، ثانيا الفوليوم. عايز افكرك بفيديو البلاد بريشر ريجوليشن اللي عملته في القناه، الرينال ريجوليشن او اللونج تيرم، قلت لك التنظيم على مدى بعيد للضغط يعتمد انه ينظم اكسترا سيلولار فلويد فوليوم، اما الشورت تيرم كان بيشتغل على البلاد فيسل كاباسيتي، اضيق اوسع، لا ده على الفوليوم اوف اكسترا سيلولار رينين انجوتنسن سيستم. طيب نقول بقى بعد كده دياجرام مجمع، سواء الووتر قل او الووتر زاد، علشان نتخيل
الريجوليشن اوف ووتر بالانس. بص معايا هنا، الووتر حصل له لص وده شيء طبيعي، ده في البدايه زادت الاوزمولاريتي. طبعا معنى ان ووتر لص الاوزمولاريتي زادت، انا بعرفك المعنى، فقدت ميه تركيز الملح زاد. طب لما زاد شغل الاوزمو ريسبتور، ادي السهم، والاوزمو هنا شغل الانتي دايوريتك عن طريق السوبرا اوبتيك اللي اشتغل على الكوليكتنج دكت في 2 ريسبتور. فاكر لما شرحنا ميكانيزم اوف اكشن اوف اي دي اتش، وزود الووتر ري ابزوربشن، السكه دي انت قللت الووتر لوس. طيب نشوف السكه الثانيه، عايز ازود الووتر جين. ووتر لوس معناها ان البلاد فوليوم قل اكتر من 7%، وده معناه ان قل البلاد بريشر، فقل البارو ريسبتور اكتيفيتي، فاشتغل الرينين والانجوتنسين 2 اللي زود السيرست، شغل السيرست سنتر، فشربت ميه فعوضت الووتر لوس. ولما حطينا هنا مربع كوركشن اوف ووتر ديفيسيت او لوس، شوف دخلت لك الاي دي اتش من فوق والسيرست من تحت عشان اعرف لك ان تنظيم فقدان الميه بحاجتين، نقلل اللوس ونزود الجين. دايما كفة الميزان ما تمشيش بطبة واحدة بناحية واحدة، ما ينفعش. وطبعا ده العكس لو الووتر زاد، لو الووتر زاد لازم اقلل الاي دي اتش اهو، ولازم اقلل السيرست. مية زادت خلاص لازم تقلل الجين وتزود اللص. طبعا ده منطقي جدا. عايز اجيلك لاخر عنوان في فيديو النهاردة، ازاي نتحكم في الاكسترا سيليولار فلويد اوزمولاريتي، او ليها عنوان تاني هاو تو ديفند تونيسيتي. تونيسيتي هو تركيز الملح، هو تساوي كلمة اوزمولاريتي. طبعا في البداية عايز افكرك باللي قلناه في الانترودكشن في سنة اولى زمان، دي السل اللي بره هايبرتونيك سوليوشن، تركيز ملح عالي. قبل ما اقول عالي او اقل، عايزك تفتكر الرقم 0.9% تركيز الصوديوم كلورايد في البلازما 9% يتساوى مع تركيزه جوه السل، يبقى تركيز الملح ثابت ما تغيرش، هسميها ايزوتونيك. لكن لو اعلى من 0.9 ملح عالي بره، يسحب الميه ليه، الاسهم الزرقاء ووتر تتحرك من جوه لبره فيحصل شرينكج، وهو ده اللي احنا خايفين منه. عشان كده اشتغل الاوزمو ريسبتور وشغل الانتي دايوريتيك هرمون. العكس لو تركيز الملح بره هايبو تونيك اقل من 0.9%، يبقى لازم اللي جوه يكون اعلى فيشد الميه من بره لجوه، الاسهم الزرقاء داخله بتاعه الووتر، فالسيل يحصل لها سويلنج. تعال بقى نعرف مقارنه اسباب الهايبرتونيسيتي والهايبوتونيسيتي بشكل منطقي. زاد تركيز الملح اكسترا سيلور، زاد اكتر من الميه، يعني الميه قلت. طب قلت ليه؟ دي هيدريش جفاف، يا اما ما بتشربش ميه، او بتفقد ميه زياده فوميتنج دايريا، او الانتي دايوريتيك هرمون المسؤول انه يحافظ على الميه ما اشتغلش. انتي دايوريتيك لما يقل، قلناها الفيديو اللي فات قلناها مع الاندوكراين، قد يكون العيب سوبرا اوبتيك يبقى سنترال، او العيب في الريسبتور اللي على الكوليكتنج داكت نيفروجينيك. في الحالتين
هنقول اسمه ديابيتس انسيبيدس، وعرفنا ليه تسمت بهذا الاسم. او نادرا يتجمع اوزموتيك اكتيف سابستنس، ودي تسحب ميه من السيلز وتعملها شرينكج. العكس بقى لو هايبوتونيسيتي، تركيز الملح اكسترا سيلولار قليل. طب ما هو قليل يعني الميه زادت، هشرب ميه كتير، اوفر هايدريشن، او الانتي دايوريتيك بيفرز بشكل كبير. فاكر لما قلنا قبل كده كانسر في اللنج بيطلع لي اي دي اتش زياده، وسميتها في الاندوكراين سيندروم اوف ان ابروبريت اي دي اتش سيكريشن، او اختصارها اس اي اي دي اتش سيندروم، اس اي ان ابروبريت غير مناسب، اي دي اتش سيكريشن. طبعا الافكتس الميه تدخل من بره السل لجوه فيحصل السل سويلنج. بص معايا، وادي منظر للاكسترا سيلولار هايبر تونيسيتي، وشوف ان الميه قلت بره، ده في منتهى الاهميه، وطبعا دي الافكتس بتاعتنا اللي احنا عايزين نقولها. طبعا الافكتس واضحه جدا. خلي بالك انا هعيد الموضوع تاني، تقول لي ازاي انا لسه قايل ريجوليشن اوف ووتر بالانس، ازاي نزود الجين ونقلل اللوس؟ طيب لو هايبرتونيسيتي يعتمد على مين؟ على ميه. انت عايز تنظم الامور، اه ملح عالي بره يبقى الميه بره قليل، طيب يبقى حصل المشاكل. طب ازاي ان انا اقدر اعوض؟ اقدر اعوض ان انا ازود الميه. ما انت لما تزود الميه هتخفف الملح ويرجع الاوزمولاريتي ثابت. ازود الميه بحاجتين، ازود الجين واقلل اللوس. الجين اشغل السيرست سنتر، عشان كده عملتها بالاحمر، وكمان ازود الانتي دايوريتيك هرمون اقلل اللوس عندي اهي. شفت؟ يبقى اللي مكتوب هنا على يمين السلايد ده الكوركشن اللي احنا هنعمله. بص بقى على حاجة تانية اهي، نيجي بقى العكس. طب لو هايبوتونيسيتي ملح بره قليل، يبقى ده معناه ان المية زيادة. طب ينفع نزود المية؟ لا اهي، بص ده الطبيعي. بص هنا بقى ووتر اكسس اكسترا سيلولار، يبقى اللي على الشمال ده العادي، وهنا دي المشكلة اللي حصلت مع العنوان. هندوس انتر ونشوف الكوركشن. المية الزيادة للي بيتابع الفيديو اعمل ايه؟ اقلل الجين، يعني ما شغلش السيرست سنتر. طب انا مش هشغله ليه؟ ما هو الاوزمولاريتي قلت، فالاوزموريسبتور مش هيشتغل، فمش هيشغل مركز العطش. دي اول حاجة. والحاجة التانية اوزمولاريتي قلت، فمش هيشتغل السوبرا اوبتيك نيوكليس عشان يصنع انتي دايوريتك. يعني انت عايز تقول ايه؟ انا عاوز اقلل الجين وازود اللص. اهو ووتر انتوكسيكيشن، شوف عمل ايه؟ سويلينج. طب كوركتد بايه؟ ووتر دايوريسز، عايزين نرمي الميه الزياده الاكسس في اليورين. اهو انا مشاور لك على المشكله وبايدي دي على الحل، وقلل السيرست سنسيشن. طبعا ده كلام اساسي احنا عاوزين نعرفه. في نهايه هذا الفيديو بفكرك بالمقدمه الهامه على الفلويد بالانس. بدأنا كلامنا توتال بادي ووتر واكسترا سيلولر وانترا سيلولر يمثلوا كام في المية من جسمي حسب وزني، وازاي اقيس كل واحدة فيهم، والمقارنة بين انترا سيلولر واكسترا سيلولر، واتفقنا ان الاوزمولاريتي 50% منها
يعتمد على الصوديوم. ده مهم قوي. ظبط الملح تقدر تظبط الميه، وده مهم جدا، والفوليوم نقصه بيجي في المرتبه الثانيه. عرفنا ways of water gain 3 والwater loss كانوا 4، وازاي نعمل بالانس، ازود الجين اشغل الثيرست سنتر. وبينت لكم دياجرام ازاي مركز العطش بيشتغل بطرق مختلفة، وقلل الووتر لوس عن طريق الـ ADH. جينا بعد كده اتكلمنا ازاي نحافظ على التونيسيتي، وقلنا فكرنا بعض بالأزموزس قبل كده، يعني ايه ايزوتونيك، هايبرتونيك، هايبوتونيك والإفكتس، واتكلمنا ازاي لو في هايبر تونيسيتي ده معناه ان المية اقل، طب ازاي اعوض، زود الجين قلل اللص، والعكس. طب لو هايبو تونيسيتي هترجمها جوايا ان المية زادت فخففت تركيز الملح، وبالتالي اعوضها ان انا اقلل الجين، ما اشربش مية كتير، وازود الووتر لوس بالووتر دايوريسيس. الفيديو القادم اللكتشر الحداشر ان شاء الله هتكلم عن الاكسترا سيلولر فلويد فوليوم بمنظور الصوديوم، ده مهم جدا لازم نكون عارفينه. هتكلم على الصوديوم هاندلينج، بوتاسيوم هاندلينج، وبقية الالكترولايتس. هيكون كشف حساب لصوديوم بوتاسيوم كالسيوم فوسفيت مغنيسيوم، رحلته في الرينال نفرنز زي ما شرحنا في الفيديوهات السابقة. كان معاكم دكتور محمد فايز.